السلام عليكم، مساء الخير. كدلك موديل 90 وارد امريكا، مزاد لمدة 4 ايام. ايش اللون؟ برغندي ولا عنابي؟ لون جميل. راح نوريكم السيارة بالكامل، مزاد في مزادات صفقة، مزاد الكتروني ومقرنا في جدة. طريقة المزاد عن طريق الموقع الرسمي صفقة.sa. تدفع تأمين، تقدر تزاود. الارقام موجودة، اتصل على الشباب متواجدين، الشباب يردوا عليكم في وقت. تعالوا نوريهم السيارة. السيارة خارجية جميلة. راح نوريكم بالجهاز ايش الاماكن اللي فيها لكر، ايش الاماكن اللي فيها ملاحظات. اولا الكبوت، البونيت، في بعض الملاحظات زي ما انتم شايفين من هنا من بعيد الصبغ، ويوجد لكر. الجهاز احمد كصدامات لا يوجد مشاكل زي ما انتم شايفين، الشبك لا يوجد مشاكل. في ملاحظات هنا زي ما انتم شايفين، في ملاحظات في الصدام الامامي. وريهم النسبة في الجهاز، وريهم النسبة يا احمد. 80. هذه فيها لكر الكبوت. في بعض الملاحظات هنا زي ما انتم شايفين 110، يعني ما فيها شيء على قولتهم مهم. 80. هنا لا يوجد مشاكل، هنا بلد كامل. الشنطة نفس الشيء، اللهم لكر. طقم كفرات جديد، صاحبها عامل لها صيانة بالكامل. في ملاحظات هنا، شوف الخموش هذه أو الخدوش يسموها على بعض الناس، النطق غير. هنا في ملاحظة في الدقيقة يا أحمد، خليك قريب، في دقة هنا بسيطة. هذه الأشياء بعض الملاحظات في أسفل السيارة، بس ككرومات لا يوجد مشاكل. راح نوريكم الداخلية. وريهم الجنب اللي هنا يا أحمد في الجهاز. هنا سليم، بودي بلا ماشي. 8 سليم. داخلية السيارة جلد عنابي. راح نوريكم السيارة بالكامل. الشنطة فيه لكر، وهنا كذلك جزء خفيف من هنا الزاوية. يا سلام، هذه بلاستيك فيلر طبيعي مغيرة، هذه مغيرة حتى لونها تشوفها مختلف. هذه في موديل الثمانينات والسبعينات وكذلك معروفة تتغير. دقيقة أحمد، وريهم من هنا، وريهم الملاحظات هذه. السلطان قرب لهم الشنطة. ايوه، ماكينة 5.7، الماكينة الحجم الكبير. موديل 90 جاء 90، 91، 92، اللي هو 5.0 و5.7. هذه 5.7 الماكينة الكبيرة. علاماته موجودة زي ما انتم شايفين، العلامات اللي في الاسطب. كرومات لا يوجد مشاكل. راح نرفع لكم السيارة ونوريكم من تحت على الرافعة. وري الجهاز. هنا في لكر كذلك في الزاوية. اللي بيسأل ايش هو اللكر، هذا اللي يجيك طبقة زي الحماية فوق الصبغ. وري الجهاز. حلو. الافرج الرينج ما بين 80 الى 120، 130 طبيعي. هنا لا يوجد مشاكل. طيب وريهم صفقة كاملين هنا. شوف قاعدين يمشون معانا، هذا طاقم فريق صفقة ما شاء الله. قلت لهم كل سيارة تنعرض لازم تطلعون ملاحظات. وريهم السيارة الآن، وريهم الرفرف هذا. ما في شيء. 120 طبيعي. الآن أوريكم من هنا من برا، في ملاحظة من هنا من فوق الباب زي ما أنتم شايفين. ككرومات وأجزاء من السيارة لا يوجد مشاكل. نشوف داخلية السيارة. كبوت. أول ملاحظة هذه بس. زي ما أنت شايف، قرب. زي ما أنت شايف هذه الملاحظة اللي في الباب والكسر اللي هنا. غير ذلك لا يوجد مشاكل. ربلات هنا لا يوجد مشاكل زي ما أنتم شايفين. أبداً السيارة لا يوجد مشاكل لله الحمد. في ملاحظة هنا. زي ما أنت شايف. هذه داخلية السيارة. وفي ملاحظة هنا. في السيت. قرب. هذه الملاحظة، شوف كيف. بس من هنا كظهر التكاية حقت الظهر لا يوجد مشاكل. الراكب هنا لا يوجد مشاكل. تعال وريهم من هنا. شوف ربلات السيارة الوكالة لا يوجد مشاكل نهائيا. الباب كذلك
الطفاية هذه سبتناها دقيقة، هذه داخلية السيارة، هذا الفرش الأرضي، وريهم السقف. الآن نوريهم الشنطة. الشنطة الاستبنة مش موجودة، كلام صاحبها ويوم جابها الاستبنة مو موجودة، هذه تبع الوكالة، هذه مهمة حقينا كذلك يعرفوها يدوروها هذه الفرشة علامة الكدلة، بس الاستبنة مش موجودة. هذه الشنطة زي ما انتم شايفين، طبعا الشنطة لما تقفلها كيف بس كذا وهي تتقفل، شفت هذه كذلك معروفة. الآن نوريكم السيارة والممشى. طبعا السيارة وارد أمريكا بالميل 206,568 بالميل. في مشكلة في البنزين، البنزين الجيج العداد الكترونيك ويعطيك فل، فهو يحتاج لإصلاح الإمبير حق البنزين، هذا هو، خليني أوريكم دقيقة، هذا هو يعطيك فل يبغى له إصلاح. كيف تعرف إنه فل؟ لما تعبي فل وبعدين يعطيك 400 بالممشى، لكن يحتاج له إصلاح. غير ذلك داخلية السيارة لا يوجد مشاكل والله الحمد. الراديو شغال، عندكم طبلون السيارة، عندكم الرادي، الدفاتر موجودة هنا، هذه هي زي انتم شايفين تبع الكدلك، شبه انه صبغ الوكالة عاد الشنطة ولا الشنطة ولا الكبوت اللكر، ماكينة 5.7، ممشى 206,000 ميل. طبعا هذا اللي تشوفوه هنا على الغطاء ولا شيء، بس اللهم انه صبغ فقط، انتم شايفين ماكينة، هذه هي للتوضيح، راح نرفع لكم السيارة وتشوفوها على الرافعة زي ما عودناكم في مزاد صفة. في بعض الملاحظات هنا شايفين بعض الاحتكاك البسيط هنا، ملاحظات هنا، مزاد لمدة 4 أيام. راح نسوق السيارة الآن. هذا الراديو شغال، مكيف شغال، مكيف يبرد ما شاء الله، وتابعوا المزاد وطريقة المشاركة عن طريق الموقع الرسمي صفقة تسيع وعن طريق الأرقام. Thank you.
الله نشوفكم. حياكم الله متابعين مزادات صفقة. طبعا دحين راح نوريكم الكاديلاك موديل 1990 من الأسفل. راح طبعا نبدأ هنا بالمقدمة من الصدام والجسر الأمامي، وريهم هنا ما شاء الله تبارك الله كلها سليمة في الأمام زي ما تلاحظون، ما في أي صدى حتى على كرومات الصدام من الأسفل. طبعا راح نيجي هنا بوريكم الملاحظة الوحيدة من الأسفل، هي بستم عمود الدركسون يحتاج لتغيير، فيه لتهريب يحتاج تغيير البستم كامل. ما شاء الله العضلات والأدرعة كلها تقريبا جديدة، كل العفشة الأمامية مغيرة جديدة، لا يوجد أي تهريبات في الماكينة أو الجيروبوكس، ما شاء الله كلها نظيفة لا يوجد أي تهريب زي ما تشوفوا. ما شاء الله تبارك الله بطن السيارة. طبعا في بعض الملاحظات على الكنداسة من الصدى، لكن هذا ما يأثر أو شيء عادي يعني طبيعي. عندنا هنا بعض الملاحظات في البدي من الأسفل، يوجد شوية صدى هنا زي ما تشوفوا، شيء قليل لا يذكر. طبعا هنا زي ما تشوفوا المصورة هذه حق الشكمان. عندكم هنا بعض الملاحظات برضو للصدى، نفس الجهة الثانية هنا، أشياء بسيطة يعني ممكن تترش من الأسفل عازل للصدى وتمشي الأمور. طبعا هذا الدفرانس ما شاء الله تبارك الله لا يوجد أي تهريب. طبعا السيارة راكب عليها هيدروليك في الخلف،